طيب انا عارف يا جماعه ان انا قلت لكم الكلاس اللي فات انه لازم ننسى شخصياتنا تماما واحنا بنمثل والكلام ده كله، بس برضو محتاج اوضح حاجه، انه يعني لو هنواجه مشاعر كده في المشهد لازم نكون متصالحين مع المشاعر دي، يعني لازم نعرف نفسنا واحنا ممثلين، عشان ايه ما يطلعش مفاجآت احنا مش جاهزين نتعامل معاها في اللحظه دي. هو في فرق يعني شعرايه بسيطه ما بين ان احنا نبقى مندمجين في الشخصيه وان احنا ننسى شخصيتنا خالص، في حاجه؟ لا انا لا بقى تمام اوكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان الموضوع لو عملي ممكن نفهمه اكتر، فتعالوا نعمل مشهد، عايزين ولد وبنت يطلعوا يعملوا مشهد ان واحد او واحده منهار لانه حبيبته. انا اسفه يا دكتور، بس هو ممكن ارد يعني مكالمه مهمه من النيرسري بتاعت بنتي، فلازم ارد. نور بقول لك ايه، معلش انت دلوقتي لو في لوكيشن والتليفون بتاعك رن والكاميرات دايره هتردي على تليفونك؟ وبعدين احنا مش المفروض لما بنخش المحاضره بنحط الموبايل بنطفيه خالص عشان ما يعملش ما 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 يا جماعه ارجوكم بقى نحط موبايلاتنا سايلنت فيه ايه؟ ها اتفضل. طيب الو هنعمل مشهد. ايه ده؟ يا نهار اسود، كمل. يعني ايه انتوا فين؟ انتوا فين؟ انتوا بتستهبلوا؟ في ايه؟ هي فين دلوقتي؟ انا جاي حالا. طب انتوا طب انا والله انا مش عارفه اقول لك ايه، انا ميع حقك بصراحه. كل مره حقك والله. ده كده خلاص الفاينل فايل؟ ايه القرف اللي انت جايبه لي ده؟ انا راضي ذمتك، ايه الاشكال دي؟ مالهم حضرتك؟ هم كويسين اهم. مش عارف تعمل كاستنج؟ ده انا لو جبت اي طالب جديد في المعهد هعمله احسن من كده. امال يا ابني لما تخرج هتعمل ايه؟ حضرتك والله دي وجهه نظري، انا شايف ان انا كل الناس اللي انا اخترتها ان كاست. لا انت ما تشوفش، انت تنفذ اللي انا بقوله وانت ساكت، ولا عشان صورت لك كام حاجه تفتكر نفسك بقى مخرج وفنان؟ انا فنان وعارف قيمتي كويس، على الاقل في حاجه في دماغي عايز اقدمها، مش زي غيري بنحت وخلاص. اسم كبير عشان حبايبي كتير وفي الاخر شغلي زي الزفت. ما غلطتي، انا اللي جبت عيل ما يسواش بصله في السوق زيك وشغلته معايا فيلم مهم زي ده. فيلم مهم؟ هو انت فاكر ان الهبل اللي انت بتصوره ده اسمه فيلم؟ ما انت اخرك تنافس بيه مراكز الشباب، ده لو راديو بيك اصلا. ولما هو مش فيلم مكمل في ليه يا حبيبي؟ ايه اللي جابلك؟ بالسلامه. انا كده كده كنت ماشي عشان مش هسمح لتاريخ اللي انا لسه هعمله يكون فيه نقطه سودا زي دي. سلام. السلام.